الآن. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة اليوم. زي ما عودنا حضراتكم في الحلقات السابقة، يمكن حضراتكم شفتوا قد إيه إن إحنا في قناة في القناة وفي برنامج الصحة اليوم بالتحديد، يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نقدم السبق ليكم في العديد من الموضوعات والقضايا والملفات المختلفة. ويمكن احنا في حلقات سابقة قدمنا موضوعات في غاية الأهمية، التقينا بعدد كبير من المسؤولين في الوزارات المختلفة، سواء كان منهم وزارة الصحة، كان منهم وزارة البيئة، كل ما يتعامل وكل من يختص بالمنظومة الصحية في مصر ويدخل ضمن هذا الإطار، فنحن لابد أن نحتك به من خلال هذا البرنامج. في هذا البرنامج قدمنا لكم موضوعات، منها موضوع مكافحة العدوى، قدمنا موضوع برضو في غاية الأهمية اللي هو موضوع تلوث الهواء، قدمنا موضوع مهم جدا التنمية البيئية، قدمنا موضوع أعتقد أنه يعني يمكن احنا كان لينا سبق في هذا الموضوع، في نفس الوقت كان محل ومثار جدل وكان حلقات شاف عدد كبير جدا من الناس، وده طبعا من الحاجات اللي ممكن تكون بتثلج صدورنا تفاعل الناس معانا. الحلقات الأخيرة اللي هي الحلقات اللي احنا سجلناها من داخل عنابر عزل مرضى انفلونزا الخنازير، دخلنا داخل هذه العنابر. أقول لحضراتكم لما جيت أفكر وأنا بعد الموضوع ده، فكرت الأهم المكان ولا الأهم إن أنا أتكلم مع المرضى نفسهم، لقيت إن السبق مش في المرضى، لأن عدد كبير جدا من القنوات التقوا بمرضى إيدز، التقوا بمرضى إنفلونزا الخنازير، وبيتعمل هو الإفكت عليه احتراما لحقوقه وكده، وخلاص الموضوع ده اتعمل كتير. ده مكان الغريب اللي ممكن يكون موضع حب الاستطلاع، حب استطلاع الناس، عايزين يعرفوا المكان ده شكله ايه، العزل بيتم ازاي، فين بيكون شكل العزل ايه، هل هو سجن، هل هو مكان يعني ما بيفيهوش لا ميه ولا هواء. طب اللي عايز يزور يعني اللي عايز قرايبه يزوروه بيزوروه قبل، كل ده احنا شفناه وتناولناه في الحلقات السابقه. وطبعا بشكر لحضراتكم تفاعلكم، وبوعدكم بالمزيد من الموضوعات وفتح المزيد من الملفات الساخنه. ولكن هناك موضوع فرض نفسه على الساحه في هذا التوقيت بالتحديد، يمكن هو موضوع مش جديد، ولكن الجديد في ممارسة كانت يعني أثارت الكثير من الجدل وأدهشت الجميع. هذا الموضوع هو موضوع التدخين. يعني موضوع التدخين قتل بحثا، موضوع التدخين اتناقش في برامج كتير وفي حلقات كتير وفي تلفزيونات كتير، ولكن حتى ممكن يكون ابتدت الممارسه فيه تكون تاخد كده يعني تمشي في سكك ما احناش متعودين عليها كمجتمع شرقي، زي بالظبط ابتدت دلوقتي الموضوع يبقى مش الرجاله هم اللي بيدخنوا، ابتدوا الستات هم اللي بيدخنوا، ابتدى الموضوع يبقى الشيشه، ابتدى اللي بيقعد على القهاوي دلوقتي البنات الصغيرين هم اللي بيقعدوا يدخنوا. ابتدت هناك بعض الممارسات، ولكن برضو احنا بنشوفها بقالنا فتره كبيره، وبنحاول بقدر الامكان كجهاز اعلامي ان احنا نقاوم تلك الظواهر السيئه السلبيه في مجتمعنا. ولكن المدهش ان الموضوع يصل الى حد، اعتقد انه حد من الـ مش عارف اسميه جبروت ولا اسميه يعني الموضوع وصل لحد لا يمكن ان يحتمل، وهو ان انا مش ان انا احارب، لا، ولا ان انا طب ما احاربش بس اسكت، لا، طب اتغاضى واعمل نفسي مش واخد بالي، لا، ده يوصل لحد ان انا اشجع. يمكن معروف لدى الجميع ان موضوع التدخين في مصر من فتره كبيره، لو حضراتكم تاخدوا بالكم من سنوات طويله ما بنشوفش اعلانات عن السجاير. يمكن الشباب اللي هم بعد يعني
اللي قبل الثمانينات اللي هم مواليد السبعينات او كده فاكرين كويس جدا، كانت في اعلانات مارلبورو، يعني في اعلانات سجاير كتير عشان مش عايزين نذكر برضو اسماء، يبقى ده اعلان. دي منعت خالص دلوقتي باتفاقيات دولية، منعت ان الاعلانات دي في مصر. ولكن التحايل دايما على الشيء دايما بيكون هو حرفة، او بيكون هو الشغل الشاغل لمن يريدون هدم مجتمع أبناؤه ينشدون الاستقرار، أبناؤه ينشدون التطور، وليس التخلف، وليس التراجع، وليس ممارسة أو يعني أشياء ممكن تهدم هذا المجتمع في توقيت المجتمع أصلا مهزوز فيه من أحداث مر بيها. ما ينفعش ان انا اجي وفي التوقيت ده بالتحديد ده انا كده، ده انا ده انا ده ده كده اللي عمل كده، ده قصدها في التوقيت ده. الموضوع ده هو موضوع البطوله العالميه. تم استحداث بطوله عالميه كما يطلق عليها، وهي طبعا مش بطوله ولا حاجه، دي خيبه عالميه. تم اقامتها في القاهره، وتم الدعوه اليها، وتم تنظيمها في القاهره، بطوله عالميه في تدخين الشيشه على مستوى العالم. وكأن يعني مش عايز أدخل الموضوع بس في السياسة، بس كأنه تم الاتفاق على أن تكون مصر هي يعني هي 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 الدولة المستضيفة للخيبة دي زي ما أنا قلت لحضراتكم. طبعا موضوع مذهل، موضوع مدهش. ايه ده للدرجه دي؟ ده احنا موضوع، ده احنا عايزين نقضي على الظواهر دي، انهم احنا البطوله يعني اللي ما بيدخنش. لا، لو هتدخن وهتديني اطول نفس هتاخد 10,000 جنيه ولا 100,000 جنيه. ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ وبعدين الموضوع كمان دخل في مهزله بجد، ان هو ابتدى يعني كمان يعني تقسيم الجوائز، وجائزه الافضل اطول نفس، وجائزه الافضل رصه، وجائزه ده حتى بيعلموا اللي مش عارف، بيعلموا اللي مش متعلم، اللي ما يعرفش حاجه عن الشيشه بيبتدي يفهم بعض المفاهيم، يسمع عن بعض المفاهيم الخاصه بالموضوع ده. اللي بيشيش حتى كده اي كلام بيبتدي ازاي بقى، لو واحد عايز يدخل مسابقه بقى بيتدرب بقى، ابتدي النهارده بيشرب حجرين في اليوم ده يشرب 10 عشان يبتدي يدخل المسابقه يكون نفسه صدره اتسلك، مع انه طبعا صدره بيتدمر يعني. انا هتكلم عن نفسي انا، وممكن اكون مخطئ. اما سمعت الموضوع ده طبعا كنت في ذهول، لقيت الموضوع ماشي. وفجأة كلنا شفنا موقف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، خد موقف مفاجئ بمنع هذه البطولة واتخذ إجراءات القانونية تجاه منظمين هذه البطولة. طبعا اللي عايز يعرف، اللي نظم البطولة دي مش مصر، يعني هي مصر استضافتها، ولكن هي شركات أجنبية. شركة أجنبية هي اللي نظمت، هي اللي دعت لده، وهي اللي نظمت ده، والشركه اللي هي تقريبا متوليه شان استضافتها في مصر والتنظيم داخل مصر برضه شركه اجنبيه. المصريين قليلين قوي فيها اللي هم متعاونين في هذا الموضوع، ولكن انا اعتقد ان مجرد السماح بالفكره ان تخطر على البال بان يبتدي حتى مبدا ان تتنظم حاجه زي كده في مصر ان احنا نسمع بيها، ده غلط. موقف وزير الصحه موقف بصراحه يشكر عليه، وده واجب عليه، وهو ده الصح، وهو عمل الصح. ولكن الموضوع في الاول الفكره نفسها لازم نناقشها. طب ليه؟ ازاي ده بدا؟ وازاي حصل؟ ومين ورا ده؟ والحكمة من ده ايه؟ وليه الدولة سكتت على كده لحد ما الوزير خد الموقف؟ لان اعتقد الوزير خد الموقف بعد الموضوع ابتدى ما يعني الناس تتكلم بقى، الناس تتكلم. يعني هو خد موقف، ولكن كان ممكن يتاخد قبل كده شوية، كان ممكن. لان انا واحد، انا مش وزير، ورغم كده انا سمعت الموضوع ده قبلها. يعني مش ممكن الوزير ما سمعش ان في نية كذا في مصر، بس الموضوع اتساب ليه؟ ما اعرفش، لان هو في خطوات تمت فيه، يعني في خطوات تمت فيه، وعلى ما اعتقد ان في جزء من المسابقه بدا، والله اعلم، عشان ما مش متاكد من الموضوع ده. بس احنا حتى شفنا في الصحف، شفنا في مواقع كتير جدا، في مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا صور، وشفنا رصات، وشفنا تدخين، وشفنا بنات بتدخن وبتاع في المسابقه، مش في القهاوي بره. في حاجه اتعملت بالفعل. موقف الوزير يشكر عليه، بس
طب ليه الوزير خد الموقف ده في التوقيت ده وليه ما خدوش قبل كده؟ حاجات كتير هنتكلم فيها، ولكن طبعا سياده الوزير كتر خيره، ولكن برضو له حق الرد والقائمين على الوزاره لهم حق الرد. ولكن انا بحكي لكم الموضوع ده يعني ايه اللي دعاني، عشان اقول لكم ايه اللي دعاني ان انا اتكلم عن التدخين واعمل حلقه عن الموضوع ده، لان الموضوع بجد موضوع كبير ما ينفعش يتسكت عليه. عشان كده احنا الحلقه النهارده هنتكلم فيها عن نفتح فيها الملف ده، ملف مكافحه التدخين في مصر. ما هو حدث حصل وراح لحال سبيله، ولكن بيدفعنا الى الحديث عن ايه هي اليات مكافحه التدخين في مصر، لان احنا شايفين ان كل اللي تم في هذا الاطار حاجه واحده بس، هي منع الاعلانات بس، ومنع الاعلانات التلفزيونيه او عبر وسائل الاعلام وسائل الاتصال الجماهيري. انما في يعني ما مش هنضحك على بعض، في وسائل اعلان غير مباشر مش هتكلم فيها عشان ما الفتش نظر الناس اللي مش واخده بالها وعاملها في هذا المجال ان هي تعملها، لا، انما في وسائل اعلان غير مباشره لموضوع التدخين. الموضوع زاد طبعا، زاد الـ يعني خطوره اكتر واكتر واكتر بعد انتشار ظاهره السجاير الصيني. الموضوع بقى اكتر، وبس بسمع جمله بستغرب لها جدا وبقعد اضحك، او يعني مش هقول بضحك، ببقى عايز ابكي، ان السجاير الصيني ممنوعه وما ينفعش وحملات، اصل هي مضره. طب هو السجاير الامريكاني مش مضره؟ طب ازاي؟ لا اصل دي مش مطابقه للمواصفات، يعني معنى كده ان الثانيه يعني المعايير الجوده فيها عاليه يعني، وهل معايير الجوده دي في السجاير العالميه بقى اللي هي مش الصيني دي، يعني معايير الجوده معيار الجوده هو سرعه قتل الانسان ولا ايه؟ مش فاهم. اسئله كتير، بس معلش اعذروني ان انا يمكن اطلت في المقدمه شويه، بس كان الموضوع كان لازم افهم حضراتكم ليه انا فكرت دلوقتي في ان احنا نعمل حلقه عن مكافحه التدخين. حلقه النهارده انا اتكلمت فيها ما فيه كفايه، لازم بقى نسمع لاهل الشان واصحاب الشان واصحاب الاختصاص واهل العلم زي ما بيقولوا. معانا النهارده في الحلقه الضيف العزيز المشرفني الرجل اللي هو الحقيقه الفترة اللي فاتت دي قنوات كتير قوي بقت على طول زي ما بيقولوا كده دوشات، بعد موضوع البطولة دي بتاعت الشيشة دي اللي هي الخيبة العالمية بتاعت الشيشة دي، قنوات بقت على طول مع الراجل ده بالذات، لأن الراجل ده راجل خبرة كبيرة جدا في المجال ده، له باع طويل جدا في مجال مكافحة التدخين في مصر. ضفنا النهارده في برنامج الصحة اليوم هو الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. ايه رايك في بطوله الخيبه العالميه اللي تمت دي؟ خلاص انت قلت كل حاجه، يعني فعلا خيبه ان احنا يعني مش كفايه بنعمل اعلانات عن التدخين ده، احنا بنحببه للناس وبيبقى في صوره مهرجان واحتفاليه. انا طبعا فوجئت زي ما سيادتك فوجئت بالاخبار الغريبه ديت اللي ما كانش ممكن حد يتخيل انها تحصل في مصر، ان في شركه معينه بتعمل بطولة العالم للتدخين، لتدخين الشيشة بالذات. البطولة تشمل أحسن رصة وأحسن حجر وأحسن نفس، وهيبقى في محكمين عالميين موجودين بالإضافة إلى الجمهور الحاضر. هي القصة وراء المهرجان دوت أو بيسموها الهوكا باتل، الهوكا ده اسم من اسماء الشيشه، حرب الشيشه، ان كان في معرض لمستلزمات، يعني الغرض يبان من ظاهره ان هو نبيل، معرض لمستلزمات الفنادق والمطاعم اقيم في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات. وبعدين فكروا ان لجذب الجمهور على هامش ياخدوا حته قدام المعرض ويعملوا فيها بطولة العالم للشيشة. ومن هنا أنا بلوم إدارة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ومن فيها الإدارة العامة أو المسمى بتاع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن هو المفروض مش كل دورهم يبين إن هم يأجروا المكان دي، لازم يشوفوا المحتوى، لأن بعد كده هنلاقي مثلا
حته يحششوا فيها ولا مش عارف ايه. فانا بلوم المركز القاري الدولي للمؤتمرات اللي هو المركز المحترم اللي هو بيشرفنا تمام. وهو من معالم مصر، ان هو لازم يبقى دوره اكتر من كده، مش عباره ان هو بيأجر مكان لحاجه واحده بس، لازم يبقى عنده ناس مشرفين يشوفوا ايه ايه اللي اللي بيتعمل بيحصل في المكان ده؟ بالظبط. تمام. الجمعيه اول ما لقت الموضوع دوت وابتدى انتشر، وزاتك ما قلت هو يعني بيبتدي على مستوى بسيط من فتره طويله، لكن ابتدى بقى كل ما بيقرب المعرض ابتدت الاخبار تزيد عنه. اول ما عرفنا كده الجمعيه اصدرت بيان، جمعيه مكافحه التدخين والضرر من امراض الصدر بالقاهره اصدرت بيان بتحتج فيه على قيام البطوله ديت، وبينت ان دوت بيتنافى مع توقيع مصر على الاتفاقيه الاطاريه لمكافحه التبغ اللي هي تبنتها الأمم المتحدة وابتدت فعاليتها من سنة 2005. تمام. مصر وقعت على الاتفاقية دي اللي هي ليها كذا جانب لمكافحة التبغ، ومن ضمنها منع الترويج للتبغ، منع الإعلانات المباشرة والغير مباشرة للتبغ، لأن عارف سيادتك في إعلانات غير مباشرة، يعني مثلا ممكن رعاية أحداث رياضية، رعاية مسابقة معينة يبقى تحت رعاية ديت. وفي برضو للأسف برضو الفترة اللي فاتت وديت حاولت الجميع تعترض عليها، بس لغاية دلوقتي تعتبر نوع من أنواع الدعاية غير المباشرة، بنلاقي تقارير في الجرائد القومية على نص صفحة تقريبا بتقول لك على مدى مساهمة شركات السجائر العالمية في تنمية الاقتصاد القومي المصري، والتعاون اللي بيحصل ما بين شركة كذا كذا العالمية أكبر شركات السجاير مع مثلا مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لمحاربة تهريب السجاير الصيني. طبعا هم مش بيحاربوا السجاير الصيني عشان زي ما سيادتك قلت علشان طبعا طبعا الجودة بتاعتها وعشان بتتعب الصدر، لا دي علشان خدت جزء كبير قوي من السوق المصري لسعرها الرخيص. فبنلاقي موضوع ومش مكتوب عليه موضوع تسجيل ولا حاجة، ده كأنه خبر إسهامات شركة كذا كذا للسجاير العالمية في تنمية الاقتصاد المصري، بيكسبونا قد إيه ضرائب، بيكسبونا قد إيه جمارك، بيكسبونا قد إيه فرص عمل. فناقص يقول بقى إن هم نعمة على مصر، ويا ريت ربنا يبارك فيهم يعني. فكل ديت يعني نفسي الإعلام الواعي عندنا يتنبه للحاجات دي. طب دكتور معلش انا حابب برضو يعني نركز اكتر على، انا لما باجي اتكلم مع رئيس جمعيه مكافحه التدخين اي حد هيسال طب يعني ايه الموقف اللي خده تجاه اول ما سمع عن الموضوع ده؟ نفس اليوم والله نفس اليوم الجمعيه طلعت بيان ان دوت بيخالف توقيع مصر على الاتفاقيه الاطاريه لمكافحه التبغ اللي بتتضمن منع الترويج المباشر وغير المباشر وحظر الاعلان تماما عن كل منتجات التبغ. البيان دوت بعتته الجمعيه لفخامه رئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور، بعتته لمعالي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وبعتته على الصفحة الرئيسية لرئاسة مجلس الوزراء، كل ده في نفس اليوم، علاوة على كل اللي قدرنا نوصل لهم من وسائل الإعلام، كل الجرائد القومية وكل الجرائد المستقلة قدرنا نبعت لهم البيان، ويمكن يكون نتيجة للبيان دي أو نتيجة لجهود ممكن تانية. يكون ده الموقف اللي أخده الوزير. احتمال كبير، لأن يعني كل الأخبار اللي جت على منع إقامة المسابقة اتذكر فيها اسم الجمعية واتذكر فيها تنبيه الجمعية لأن احنا موقعين اتفاقية دولية ولازم نحترمها. في خطوات تصعيدية إن شاء الله برضه هناخدها عشان يعني احنا نخاف إن دي يكون جس نبض، بالونة اختبار. بالظبط. الأول كده الناس زعلت شوية ومش عارف إيه واستغربت، ممكن بعد كده الناس تتقبلها ان شاء الله، وهيبقى لكم بقى السبق في كده. احنا بننظم وقفه احتجاجيه قدام مركز القاهره الدولي
للمؤتمرات اللي هو كان هيرعى البطولة المزعومة ديت، هنبين فيها ان احنا بنحذر من كل اشكال الترويج. يا ريت دايما يبقى في جهة مراقبة بتفحص كل محاولات الإعلان المباشر وغير المباشر لشركات التبغ في مصر. دكتور، ده بيقودني برضو لسؤال، إن يعني لابد أن تكون هناك خطوات استباقية ووضع العديد من الاحتمالات للأفكار التي ممكن أن تنشأ كنوع من التحايل على وقف تلك البطولة في مصر. بتعملوا ده ولا لا؟ احنا دلوقتي برضو كلام سيادتك برضو جاب لي فكرة جديدة يا رب تتنفذ. عايزين نعمل لجنة متابعة لكل الأنشطة اللي هي يعني هنتابع كل الجرائد، هنتابع كل المجلات، هنتابع كل القنوات التلفزيونية. أي حاجة ممكن تكون اللجنة دي تبقى فيها إعلاميين ويبقى فيها أطباء وكل النشطاء في مجال مكافحة التدخين، هم كتير الحمد لله. اللجنة دي تعمل تقييم ورصد لكل محاولات الدعاية في كل وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية. حتى لو ما كانتش دعاية إعلامية، قد تكون أحيانا دعاية تسويقية. يعني أحيانا التسويق ليس بشرط أن يستخدم وسائل الإعلام يا دكتور. يعني احنا في الإعلام كنا بندرس أن التسويق له وسائل عدة، من ضمنها وسائل الاتصال الجماهيري اللي هي التلفزيون والراديو والكلام ده، ولكن هناك وسائل عدة. يعني أنا لما أجي في مكان مول واعمل عمليه ما العمليه اللي تسمى بتنشيط المبيعات، انزل عروض واعمل وسد، طب ما ده نوع من التسويق. بالظبط سيادتك. انا اعتقد وحضرتك تصحح لي ان لابد ان يكون هناك تفكير من قبلكم في احتمالات ممكن ان تحدث كتحايل زي ما قلت لحضرتك، مش ان انا اتابعه بس، لا ان انا احط زي بالظبط اللي بيحط كده الدستور، ده اللي بيحط مواد الدستور بيحط لك كلام عشان التحايل، موضوع التحايل ده عشان سد الثغرات. فاهمني ازاي يا دكتور؟ فايه راي حضرتك في ده؟ هو ده هيبقى دايما يبقى في عين يقظه وتكون متنبهه لكل، زي ما ستك قلت، في حملات ترويجيه ممكن مثلا نلاقي شركه كذا للسجاير هتنمي القريه الفلانيه. بالظبط. هتقدم دعم لمستشفى الاطفال. ما بقاش يعني انا ما بعملش دعايه للسجاير بس، هي مفهومه. طبعا ان ليها دور مجتمعي، ودي فعلا الاعلانات اللي بتنزل في الصحف القوميه، وزي ما بقول ستك ما بتبقاش في صوره اعلان، تبقى في صوره خبر، وخبر بيبقى واخد نص صفحه واحنا موعودين بيه كل شهرين ثلاثة في الجرائد القومية. الدور الاقتصادي والدور المجتمعي لشركات السجائر العالمية في مصر دي طريقة غير مباشرة لتبييض وشها. يعني طبعا تبييض وشها، وفي نفس الوقت حتة انذار كده للحكومة زي ما بيقولوا ان احنا لو شلنا ايدينا الاقتصاد هيقع، خصوصا في ظروفنا ديت. ما ظروفنا دي، بص اقول لحضرتك على حاجه، عمر دايما ما يعني معروف ان ما بني على باطل فهو باطل. بالزبط. عمر ما باطل بي 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 بيدفع للنجاح، عمره مهما كان حتى لو كان ظاهره كده. بالظبط. الدكتور برضو سؤال بيطرح نفسه، بالتاكيد جمعيه مكافحه التدخين لكم جهود. ايوه بالتاكيد، يعني انتوا قاعدين طول الوقت برضو اكيد في لكم عمل بتعملوا، ندواتكم، اقتراحاتكم، قراراتكم، توصياتكم، الكلام ده كله. احنا كمواطنين احنا مش حاسين بده على ارض الواقع، مش حاسين ان تم الحد ولو جزئيا من تلك الظواهر او من ظاهره التدخين بشكل عام. ده نتيجه ايه؟ الموضوع التدخين ده موضوع كبير جدا، ومش لازم نيأس او يجينا احباط. يعني احنا طالما ماشيين على الطريق السليم يبقى ان شاء الله هنوصل. احنا الجمعية بتعمل عدة محاور للموضوع ده، يعني على المطبعات اللي بنعملها والملصقات، يعني من ضمنهم مثلا عملنا نتيجة السنة اللي احنا فيها دي 2014، عملناه بشعار علامة منع التدخين ومن أجل صحتك وصحتنا نرجوك عدم التدخين، بحيث إن هي اللي هيحطها عنده في المكتب يبقى منها نتيجة ومنها
تبقى قدام عينيه ورجاء من اللي موجودين في المكان بعدم التدخين. كان هو ده متعلق من اصحاب المكان يعني. انا شايف حاجه زي كده بنعرضها للساده المشاهدين دلوقتي. فديت طبعنا اكبر عدد ممكن الجمعيه تتحمله ووزعناها في كل ما اماكن تقديم الخدمه، لان تبقى خيبه كبيره قوي لو مستشفى والناس بتدخن فيها، في كل الهيئات المتعاونه معانا زي التامين الصحي وكده. علاوه على الندوات اللي بنعملها في التجمعات، احنا عاملين شراكات لسه مثلا قربها امبارح بالذات، يعني ابتدينا اول مرحله من مراحل التعاون مع مديريات الشباب في مراكز الشباب. ابتدينا بالقاهره اللي هي فيها 72 مركز شباب، عملنا اجتماع لعدد منهم، احنا قسمناهم على 3 مجموعات بحيث ان بيجي لنا مديرين مركز الشباب والمشرفين على النشاط، بنبين لهم خطورة التدخين وازاي نقنع الناس بالاقلاع عن التدخين. يعني احنا كده بنستهدف فئة الشباب وفئة مرتادي مراكز الشباب. عملنا برضو اتفاقية مع جمعية العلمية لطلبة كلية الطب على مستوى الجمهورية كلها، وبيقوموا بحملات للتوعية ضد أخطار التدخين في كل جامعات مصر وفي كل كليات مصر. بنحاول نوعي الناس بحقها في هواء نظيف، نمنع التدخين السلبي. انت عارف سيادتك بيموت كل عام في مصر 170 ألف واحد بسبب التدخين، نسبة منهم بسبب التدخين السلبي. يعني ناخد تاريخ المرضي اللي هو ما بيدخنش بس شريكه في البيت بيدخن. ايوه. فالحق المواطن في هواء نظيف لازم يعرف ان هو لازم يكافح من اجل منع التدخين السلبي. فصممنا استيكر، هنعمل اتفاقيه ان شاء الله مع اداره المرور ان هم يوزعوها على كل سواقين النقل العام، الاوتوبيسات، الميكروباص، حتى التاكسيات، يتحط في المركبه ديت بحيث تبين لكل الركاب ان هو من حقهم ان هو يمنعوا اي حد داخل جوه المركبه ده. بنجهز برضو ده نشاط هيبقى كبير جدا، افتتاح عياده اقلاع عن التدخين تابعه للجمعيه. نعم. ان اصل احنا بنقول للناس ما بتدخنوش ما بندلهمش البديل. يعني بره لما نمنع نقول المكان ده ممنوع فيه التدخين، نعم، بندي البديل في غرامه غرفه مخصوصه للتدخين مثلا. لا، امال ايه؟ بنقول له ولو عايز تبطل تدخين تعال زور عياده الاقلاع عن التدخين. تمام. وفي عياده الاقلاع عن التدخين ما في اجهزه بتقيس مستوى التدخين في جسمه، مستوى اول اكسيد الكربون، وبنعمل له وظائف تنفس وبنبين له قد ايه السجاير بتدمر صحته. طب دكتور معلش انا قبل ما اكمل الجزئيه دي عشان انا هكملها وانا قصد اقطع حضرتك فيها لان عايز اكملها بشكل معين، ولكن قبل ما اكملها عشان الموضوع يبقى ماشي بتسلسل منطقي، عايز حضرتك كرجل متخصص في امراض الصدر برضو انك تكلمنا عن يعني تقول للناس هي فرصه، اتقال الكلام ده كتير قبل كده، بس نرجع تاني نقول للي ما سمعش يسمع واللي سمع قبل كده وطنش بنذكره تاني، ايه هي مخاطر التدخين؟ التدخين فيه اكتر من 4000 ماده كيماويه، منهم عدد كبير منهم فوق ال 40 مواد مسرطنه. نعم. زي النيكوتين والاطران، حتى الاسم شوف سيادتك، في مواد كيماويه كتير قوي بتسبب السرطان. التدخين ليه اضرار صحيه واضرار اقتصاديه. نعم. يعني ما سابش جهاز في الجسم الا ما الحق به الضرر. يعني بالنسبه للجهاز التنفسي هنلاقي بيعمل سرطان الرئه، بيعمل سرطان الحنجره، بيعمل حتى سرطان الشفه، بيعمل السده الرئويه المزمنه، بيعمل النزلات الشعبيه المتكرره. ده بالنسبه للصدر. بالنسبه للقلب بيعمل ضيق في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة.
بالنسبة للمعدة بيعمل قرحات المعدة والجهاز الهضمي والاثني عشر، ما سابش جزء من الجسم. يجي بالنسبة بقى بالنسبة للجنس برضو أعتقد الموضوع ده مهم، طبعا لأن هو مرتبط بالكفاءة طبعا طبعا الجنسية برضو، آه. ودي أثبتتها الأبحاث بما لا يدع مجالا للشك. وبالنسبة بقى للجنس من الناحية التانية اللي هو الجندر، فهنلاقي إن طبعا ليه تأثير على جنب الستات بقى، التأثيرات اللي قلناها دي كلها بيزيد عليها بقى في مخاطر على الجلد، بتزيد عليها مخاطر أثناء الحمل، احتمال الولادة المبكرة، طبعا احتمال طبعا ولادة أطفال مشوهة. فكل ده أثبتتها الدراسات تأثيره على الأطفال، في أطفال متلازمة الموت الفجائي لقوها مرتبطة برضو بالتدخين في يعني البيت. متلازمة الموت الفجائي؟ في أطفال بيبقوا بيبيهات، يعني بيموتوا فجأة، بيبقى ما فهمش ما أي فهمش حاجة، أي ما حاجة، فهمش بيموت أي فجأة. حاجة، أي أعراض تشير إن في مشكلة. لا، من ضمنهم الأسباب الأكيدة هي التدخين اللي في البيت. فالأطفال برضو بيجيلهم أزمات تنفسية متكررة، فده بيبين الناس لازم إزاي تحافظ على حقها في هواء نظيف. طب دكتور برضو في الجزئية دي، ناس كتير قوي، ما فيش حد يبقى مثلا بايع عمره كده ويقول لك انا هموت، لا، بس ناس كتير بتستسهل لدرجة ان هي بتحاول توهم نفسها وتكذب على نفسها عشان تقدر تستمر برضو في هذا الموضوع. يقول لك ايه؟ يقول لك طب مواد مسرطنة، طب الناس كلها بتدخن، كل الناس دي جات لها سرطان، ترد عليهم بإيه؟ طبعا سؤال مهم جدا وبيواجهنا في كل هو ده حتة، السبب الأساسي في إنهم مستمرين يعني. غير ان هم بيحاولوا يبرروا نفسهم، هو نعم. السبب الاساسي ان هم مش قادرين يبطلوا. أه. احنا لو قلنا مثلا لازم تبص يمين وشمال قبل ما تعدي الشارع، يا اما العربية نعم. تخبطك. نعم. مش ممكن الواحد ما يبصش ولا يمين ولا شمال ويعدي الشارع والعربية ما تخبطوش. بتبقى دي صدفة. يبقى دي الصدفة، دي دي نفس مشكلة. طبعا. دي نفس الحكاية. الإحصائيات أثبتت ده، في سيادتك في إحصائيات اتعملت في حلو قوي بريطانيا. التشبيه ده يا دكتور، حلو قوي، عاجبني ما هو قوي. ان انت كونك عديت مش معناه ان ده الصح، معناه ان انت حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نعم. لو نشوف مثلا، لو قلنا مثلا مرضى سرطان الرئة 80% مثلا منهم مدخنين و20% منهم غير مدخن، ليه تحط نفسك في المخاطرة دي؟ احنا عارفين طبعا انت بتحاول تبرر لنفسك ان انت مش قادر، بس زي ما سألتك كده سجلت زي ما سمعت في مقدمة الحلقة في عنابر وحاجات زي كده، هتبقى حرقة مرعبة لو رحت عنبر سرطان الرئة وحاجوا قصتهم مع التدخين وندموا من حيث لا ينفع الندم. يعني هعملها على فكرة دكتور، هعملها بجد والله، وهعملها واعتقد لا طبعا ما لا احنا يعني الناس كلها متابعاني وعارفة كويس جدا ان انا براعي كويس جدا جدا. عملت حلقة عن الطب النفسي وصورت من مركز القومي للصحة النفسية والله. عملت حلقة عن موضوع الخنازير وكده، أنا براعي كويس جدا حقوق الإنسان، لأن أنا كإعلام بقى نتكلم كإعلام، مشكلة القنوات كتير قوي إن هي بتصل بيها زي ما بيقولوا إيه بالبلد كده بيقولوا إيه بتاخدهم الجلالة لدرجة إن هم ممكن يتصرفوا بشكل غير إعلامي، حب الإثارة يعني. حب الإثارة اللي بتخرجهم خارج نطاق الإعلامية والمهنية الصح. انا فاحنا الحمد لله يعني في القناه عندنا لا ماشيين برتم لا نتعدى فيه الحدود ولا نضغى فيه على حق الاخرين، فاحنا ناخد موافقتهم بس ان شاء الله. انا واثق اللي بيحب مصر بجد وبيحب الناس بجد هيوافق ان هو يقول للناس تجربته الشخصيه شكلها. دكتور عصام، حضرتك كلمتنا عن وسائل توعيه، حضرتك شايف ان الاسلوب الامثل لدفع الناس للاقلاع عن التدخين ايه هو؟ الوعي المجتمعي، تكاتف وسائل الاعلام. نعم. يعني احنا قربنا على رمضان وهتلاقي معظم المسلسلات بتبقى جلسات الشيشه فيها جميله جدا، الواحد بيبقى نفسه يقعد في جلسه من الجلسات اللي بيشوفها من الحكايه دي. مش معقول انتوا كده بتدمروا شبابنا. يعني عندنا يعني كان في مره في مباراه كوره ولقينا المدرب بيشرب سجاير اللي هو قاعد على الخط. الحاجات دي كلها لازم كلنا نراعي نفسنا في اهميه القدوة في جميع المجالات، الإعلام، الرياضة، الشخصيات المشهورة. يعني الحمد لله دلوقتي ما بنلاقيش احتفال رسمي حد بيدخل، لا زمان قوي والله ساعات بشوفه ده، بس دي تصرفات فردية. ولكن يا دكتور ده انا عايز اقول لحضرتك كمان، ده موضوع التدخين في مشكلة كبيرة جدا ظاهرة كده ما بقالهاش كتير، بقالها مثلا 5-6 سنين، دي انا شخصيا لاحظتها ورصدتها، ان التدخين اصبح يدفع البعض، ودي ظاهره في غايه الخطوره، بس ده على المستوى الديني شويه. يعني ان يفطر رمضان، المسلمين يفطروا رمضان، انا شفت شباب كده عشان يدخن مش قادر يصبر، مش قادر. اذا الموضوع في غايه الخطوره. وكمان برضه زاد على كلامك، اللي بيصوم بيبقى ألعن من كده، بيبقى اول حاجه بيبقى نايم طول اليوم ما بيشتغلش. انا كان عندي، انا كنت يعني شغال في مستشفى صدر العباسيه. كان ليا زمايل يطلعوا السكن ويناموا طول الشغل، ما ينزلوش عشان يضيع وقت. غير بقى طبعا الخناقات وقله الادب والحاجات دي اللي هو بيبقى في حاله عصبيه بقى. بالظبط. يعني فسواء فطر او سواء حتى صام، السجاير بتبوظ عليه طبعًا صيامه. طبعًا تماما يعني. وتبص تلاقي حتى اول ما يفطر ما يفطرش على، حتى في الدين عندنا التمر الكلام ده، او حتى يفطر يشرب يشرب ميه، يشرب اي حاجه ممكن تكون مفيده له، اول حاجه السجاير. دكتور لما بسال حضرتك عن الوسيله المثلى لدفع الناس للاقلاع عن التدخين، حضرتك ذكرت التوعيه.
التوعية بالندوات يعني اتكلمت عن منظومة متكاملة تتضافر فيها جهودكم مع جهود وسائل الإعلام وهكذا. في أحد الأساليب اللي تم استخدامهم وما زال مطبق حتى الآن هو أسلوب استخدام الصور المؤذية. شايف ان حضرتك دي زي الصور اللي على علب السجاير دي وتعددت اشكالها، شايف حضرتك ان ده اسلوب جيد لتخويف الناس من التدخين؟ هو اختلفت الاراء على تاثير الصور المصحوبه لعلب السجاير، وده محتاج بحث على مدى طويل. وانا لاحظت ان في ناس بيجيبوا علبه ويتحطوا فيها العلبه ديت ماشي، هما برضو بيتحايلوا عشان ما يشوفوش. لا انا بتكلم فكره الصوره، فكره الصوره شايف صح ولا غلط؟ اي لازم نحاول كوسيله من وسائل توعيه الناس، لكن دراسه تاثيرها تحتاج وقت طويل، محتاجه وقت وابحاث. لكن وردود افعال الناس عليها كانت شكلها ايه، مش كده؟ بالظبط. اعتقد اللي بيجيب علبه عشان يداريها هو ده رد الفعل المنتظر، صح؟ ده انا مش عايز اشوف، مش عارف، مش الموضوع مؤذي جدا، مش عايز اشوفه، مش عايز يفكر نفسه. في الصور دي كمان ان وزاره الصحه بيتغير فيها كل شويه. بشكر حضرتك جدا اعزائي المشاهدين في نهايه هذا اللقاء. بشكر ضيفي العزيز الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعيه مكافحه التدخين والدرن وامراض الصدر، ونلتقي بكم في حلقه قادمه من برنامج الصحه اليوم. مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء.